دائما اقدمك بالمدرب الجزائري، لكن خصني نذكر المشاهدين الكرام ان السي محي الدين من مواليد المغرب، من مواليد مدينه بشرى بالقصيري. اكزاكتلي، باش الناس يعرفوا محي الدين خالف ولد مشرع بالقصيري. ولد مشرع بالقصيري ذاك الوقت كان 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 في سنه 1944 ذاك الوقت 44 ياك اه 1917 جانفي 44 17 جانفي 44 حنا كنا الاباء تاعنا جاو قبل ايام كيما يقولوا هما ايام البون وكل شيء، ولكن خدموا اجتهدوا ولاو يديروا التجاره ومن بعد شراو الفيرما الاولى ومن بعد شراو الفيرما الزوجه. حنا كنا عايشين في فيرما، وعمي الله يرحمهم على كل حال في فيرما اخرى، قرينا تما في ليكول فرونسيز. وحنا كنا كنجيو في الكاليش 13 كيلومتر بالقصيري والفيرما تاعنا، باش الناس سمع تاع اللي راهم برا وكيتبعوا. حنا كنا مشيت ب حنا مشيت بني حسن بني حسن بني حسن الدوار دوار علاقش دوار الشعراء دوار ولاد يوسف، هذيك شي 13 كيلومتر ومغيطن وزيد الناس حافظ الله يرضى البلاد. الحمد لله كبرت فيها وطرعت فيها، ما تقدرش بنادم ينساها. ماشي تما راه وزان وزيد وكذا، رغم هاد السمعه اللي عندي راني انا متواضع. كبرت مع العروبيه وفخور الحمد لله شكرا فخور انا بالقصيري ولا فيما مشيت. لا لا الحمد لله. الكره تعلمناها في الحي، كنا تعلمناها في الحي لا ولا الدرب ما موش في مشرع بالقصيري. كنا كنلعبوا مباريات، كنتلاقاو الاصدقاء وكنلعبوا مباريات. نقدر نقول لك مثلا مره نديروا ماتش مع القصر، كنمشيو في شي ميني بيس ولا شي حاجه، كندبروا داك الشيء كنمشيو نلعبوا في القصر. كان اللي عنده الصباط، كاين اللي عنده غير سبرديله، كاين اللي كيلعب الحفا. حنا بكري نلعبوا في الحفا، حنا كنا صحاح رجلينا رينا لليوم راه مازالين صحاح. وكنا كنمشيو بالقصيري سوق الاربعه، بالقصيري سوق الاربعه 13 كيلومتر كنمشيو على رجلينا وكنلعبوا مباراه.